نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: الرئيس العليمي يشدد على الدور الهام لهيئة التشاور والمصالحة في توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات المختلفة. شهداء وجرحى بينهم مدنيين في تفجير إرهابي بمدينة عتق. على طريق انعقاد مؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، انعقاد لقاء تشاوري لصحفيي وإعلاميي حضرموت. إرادة شعبية ثابتة لأبناء مديريات وادي وصحراء حضرموت برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى.